لأن مكلفة على الدولة. الآن البلدية إذا وزعت بس المستثمر ده يأخذها ببلاش، ليش الغلو؟ الآن أكو، قبل كان يأخذها ببلاش، الآن لا، الآن البلدية 10% من قطاع الأراضي اللي تخصص للاستثمار يأخذها 10%، و2% هذه الرسوم تأخذ. وأيضا هناك ضوابط فرضت على المستثمرين حول تحديد السعر، عندما يقدم هو الجدوى الاقتصادية، يقدم مخططات، يقدم خطته في العمل، أيضا هناك ضوابط من قبل الهيئة، هيئة الاستثمار تفرض عليه. يعني المستثمر ليس لا يستطيع أن يتصرف، نحن لدينا لجان متابعة ومراقبة. يعني أنا منذ أن استلمت الدائرة إلى اليوم أكثر من 10 زيارات على المشاريع، ويوميا أستقبل المواطنين في هذه الدائرة وأستقبلهم شكاواهم، ونخرج أنا والسيد قائم مقام قضاء تكريت وأعضاء الموجودين هنا، وفي لاحقا إن شاء الله سنشرك أعضاء مجلس المحافظة أيضا في هذه الزيارات، حتى كلنا يعني نتعاون حتى نستطيع أن نقدم شيئا لأبناء محافظة صلاح الدين، لأننا عشنا في هذه المحافظة ونعرف معاناة أبناء هذه المحافظة، ونحن معهم لأننا جئنا بأصواتهم إلى هذه المحافظة، إلى هذه الأماكن. فمن باب الأمانة وصون الأمانة أن نحافظ على مصالحهم، ولا نسمح لأحد أن يستغل لهم سواء في مجمعات سكنية أو في غير أو في مجال آخر. طيب دكتور، الإجراء القانوني اللي تتخذه في حق المستثمر، يعني في حال أنه تلكؤ أو المشروع مو ضمن الخطة أو المعايير اللي متفق المستثمر ويا جنابكم، شنو الإجراء القانوني؟ أولا المستثمر عندما يأتي يقدم طلبا للاستثمار، يقدم على قطعة أرض يريد أن يبني فيها مشروع، سواء كان مشروع سكني أو تجاري أو صناعي أو ترفيهي أو سياحي أو غير ذلك، هناك ضوابط تفرض عليه، هناك دوائر استحصل موافقات هذه الدوائر، ثم يباشر بالعمل. وفي حالة تلكؤه أو مخالفته هناك ضوابط من قبل الدائرة تفرض عليه، هناك لجان، هناك إنذارات توجه إليه، هناك غرامات تفرض عليه. يعني لا، الناس يتصورون أن المستثمر يعني طليق في التعامل وحر في التعامل، لا، هناك ضوابط. فنحن وجهنا إنذارات كثيرة خلال هذا الشهرين للمستثمرين، وهناك إجراءات سحب العمل لبعض الإجازات الاستثمارية بسبب تلكؤ المشروع. أنا منذ 2011 عندي مشاريع ممنوحة الإجازة، منذ 2011 إلى اليوم لم يكمل المشروع، هناك غرامات، هناك إنذارات، وهناك هو دكتور